أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية، المجموعة الخامسة للقوات الخاصة، والمعتبر أنها المجموعة الخامسة أيضا للسي آي إيه باختلاف التنويعات في المهام. هذه المجموعة الخامسة والتي كشفها جنرال تركي بأنها تعمل على الأراضي السعودية ضد إيران. إيران تباشر اليوم تهديدها وبشكل واضح ضد الذين يعملون انطلاقا من السعودية، وقد اتهمت إيران السعودية إلى جانب أمريكا وإسرائيل. ومهم في هذه النقطة على وجه التحديد أن نيقوسيا ومن مركز نيقوسيا هي التي حددت المجموعة الخامسة، هذه المجموعة التي لديها ورقة استثنائية، لديها كل التفاصيل، تسربت من مركز نيقوسيا. لديكم هذا الدليل، وقد تناولته صحف قبل، لكن جنرال تركي هو الذي ركز على هذه المجموعة الخامسة. اليوم محمد بن سلمان يرفض العمل السرية الأمريكية على الأراضي السعودية بشكل مباشر، يعني أن جميع العمليات اليوم للعمل السري للسي آي إيه والدي آي إيه على وجه دقيق، والمخابرات الوطنية، بمعنى المخابرات المركزية والمخابرات وزارة الدفاع والمخابرات الوطنية الأمريكية، كلها تعمل على الأراضي السعودية. والمجموعة الخامسة فيها كل من الدي آي إيه والسي آي إيه والإن سي آي، هذا يعني الكثير بالنسبة للعاملين على هذا التدقيق أو هذا الموضوع على وجه التحديد. لن يكون هناك في المستقبل سوى رد فعل مباشر على حركة المخابرات الأمريكية على الأراضي السعودية، وخصوصا منها المجموعة الخامسة، المجموعة الخامسة للعمليات الخاصة. وهنا لابد من التذكير أن هذه العمليات وصلت إلى 1252 عملية للدعم المباشر انطلاقا من الأراضي السعودية على حد ما يقول الإيراني. والإيراني حمل تقريرا مباشرا لجميع العمليات وبدقة ونقلها للروسي، والروسي أساسا نقل أجزاء منها إلى المملكة العربية السعودية. والخطوة التي تعتبر خطوة خطيرة للغاية لمحمد بن سلمان محاولة التأثير المباشر على هذه العمليات الأمريكية انطلاقا من الأراضي السعودية، ومجرد الوصول إلى تجميدها أو تعليقها أو قطعها بشكل كامل سيعني حربا أمريكية ضد محمد بن سلمان. وبن سلمان الآن أمامه أيضا الإيراني وأمامه الروسي الذي توصل بجميع المعلومات ونقلها إلى الإمارات والسعودي، وأيضا مركز نيقوسيا سرب هذه المعلومات حتى يتأكد الإسرائيلي على أن صفقة ما لن تحدث. سرب الإسرائيلي هذه المعلومات كي لا يتم التوصل إلى صفقة ما بين محمد بن سلمان والمخابرات الأمريكية. لذلك قضية هذه العمليات السرية، أو ببساطة شديدة المجموعة الخامسة العمليات الخاصة الأمريكية فوق الأراضي السعودية ضد إيران، فإن هذه المجموعة الآن وهذا التسريب يخدم بشكل واسع زيادة تعميق العلاقة المتوترة ما بين كل من سلمان والإدارة الأمريكية. والخطوة المطلوبة الآن صعبة للغاية من جهة لأن البديل الصيني غير مهيئ في هذا الظرف لتحمل المسؤولية. المسألة الأخرى أن القطع مع العمليات الخاصة بعد القطع مع اختراق الأجهزة السعودية ستكون بمثابة الخطوة الاستثنائية بجميع المقاييس، لأن يمكن أن تبني أجهزة سعودية
بعيدة عن المخابرات الأمريكية، لكن أن تأتي في خطوة ومرحلة جديدة بتعليق أو تجميد أو قطع هذه العلاقات، علاقات مع مجموعات لها ارتباطات، لأن الاستخبارات وإدارة العمليات مرتبطة للغاية. لهذا فلا يمكن بأي حال الوصول إلى مثل هذا التقدير الجديد الذي يمكن الآن العمل عليه، ولا بد هنا من كشف سر شديد الأهمية، بل الأمر يتعلق بسرين. الأول هو أن هناك الجيش السري 21 الذي يعمل انطلاقا من السعودية ومن باقي دول الخليج. هذا الجيش لديه مكونات رئيسة يمكن الاشتغال عليها. إذا أمامنا جيش 21 أساسا، قد يسمى 21 أرمي، يعني أن الجيش 21، وهذا لديه شبكات بما فيها عسكريون سابقون متقاعدون عاملون إلى آخره، كل هؤلاء يشتغلون ضمن نفس الجيش. إذن هناك الجيش 21، وهناك المجموعة 5 للعمليات الخاصة، وهنا تجتمع أكثر من استخبارات، تجتمع في هذه المجموعة أكثر من استخبارات من جهاز استخباري ومن الجيش وبمختلف قطاعاته، فيصبح الوضع كأن هذه الفرقة هي فرقة للعمليات. والسؤال المطروح، لماذا اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب إيران من خلال السعودية وأن توتر الوضع مع إيران لتجاوز المفاوضات التي عقدتها بغداد؟ فأمريكا عندما أرادت أن تنسحب دعمت المفاوضات التي كانت تقودها السي آي إيه من خلف الكاظمي للسعودية مع إيران، وكان مهما إليها أن هذه المفاوضات تخفض وبشكل كبير جدا التوتر الذي يسمح بالانسحاب من أفغانستان ومن ثم الانسحاب من الشرق الأوسط. إذن كان هذا هو الأمر الدقيق. الآن أصبح هناك من يبحث على حرب سعودية إيرانية لاستنزاف السعودية ومحمد بن سلمان على وجه التحديد. إن بقي محمد بن سلمان في قيادة السعودية فإن حرب اليمن تتحول إلى حرب إيرانية سعودية، أو أن الأمر يستدعي حربا جديدة لا تريدها في سوريا بالأساس ولا في لبنان على التحديد، لأن سوريا تعني الكثير بالنسبة لهذه الحرب التي ستستنزف فيها إيران انطلاقا من سوريا وعبر قوات مباشرة. ترفض أمريكا أن تنسحب من سوريا. والمسألة الثانية في اليمن ومن ثم أيضا عبر الخليج. إذن هذه العمليات المدروسة أمريكية ومن خلال الجيش 21 ومن خلال المجموعة 5 للعمليات الخاصة، هذا أكيد أنه سيقوم على إعادة تدقيق الوضع بشكل كامل، ومحاولة إشعال حرب إيرانية سعودية ضمن المخطط لإعادة التحكم بشكل مباشر في النفط والغاز ومن ثم الخليج كله. إن المطالب الاستقلالية لمحمد بن سلمان يريد من خلالها الأمريكية الوصول مباشرة إلى حرب إيرانية سعودية، تماما كما حدث الاستنزاف الحقيقي في هذه المنطقة من الحرب العراقية الإيرانية. وصورة أخرى من هذه الحرب بعد الحروب التي مرت على المنطقة من الحرب العراقية الإيرانية وإلى حدود هذه اللحظة، كل هذه الحروب بما فيها الأهلية والشبه أهلية والجيوسياسية والتدخل الخارجي للاحتلال الأمريكي، كل هذا يصل إلى إعادة اعتبار دقيق يتمثل أساسا في ألا تكون السعودية أرضا بدون نظام،
هناك اليوم استقلال لقرار العمليات الخاصة الأمريكية انطلاقا من الأراضي السعودية، وهذا يشكل ضربة للسياسة الاستقلالية لمحمد بن سلمان. ومحمد بن سلمان لأنه يعرف الآن أي ثقل لهذه القوات الخاصة على وجه التحديد، القوات الخاصة الأمريكية والعمليات السرية الأمريكية انطلاقا من الأراضي السعودية، فإن حركته اليوم كأنه يعزل نفسه عن حركة الأمريكيين انطلاقا من أراضي بلاده، وهذا واقع الحال. بالنسبة لإيران فهي تحمل المسؤولية مباشرة إلى السعودية وذكرتها بالاسم في قضية هذه التظاهرات. وجدنا أن تمرير الدعم مباشرة عبر المملكة العربية السعودية، والسعودية الآن وعبر مستشار الأمن القومي ومن خلال القنوات السرية وأيضا شبه العلنية بعيدا عن محمد بن سلمان وبعزله، لأن بهذه العمليات يعزل محمد بن سلمان في بلاده، وهكذا تستمر هذه العمليات للرد على إيران ولكن من خارج محمد بن سلمان. وهذا التأطير الجديد هو الذي لا يسعف بأي حال السيادة السعودية، وهكذا فالوضع أصبح مأزوما إلى أبعد حد. هذه هي التقديرات التي تجعل من المجموعة الخامسة الآن تضع حياة محمد بن سلمان تحت الخطر الشديد لسبب واحد، لأن المساس بعملها سيعني مباشرة ذهاب محمد بن سلمان في عملية خاصة. هذا الذي يشكل الآن صعوبة، إما مواجهة إيران وإما مواجهة القوات الخاصة أو العمل عبر القوات الخاصة الأمريكية انطلاقا من عملياتها السرية على الأراضي السعودية لضرب محمد بن سلمان. إذن وضع مأزوم للغاية وصعب للغاية، وتهديد المجموعة الخامسة بالوصول إلى حياة محمد بن سلمان، هذا يعني أن هناك من يفكر جديا الآن إما بحرب سعودية إيرانية يختارها الأمريكي حسب الأجندة، لأن روسيا يجب أن تستنزف وبشكل واضح في أوكرانيا، وأن يكون الإيراني الداعم لروسيا أيضا مستنزف، ليس عبر هذه المرة عبر الاحتجاجات والأمور الداخلية وغيرها. وهذا الذي يقوله الأمريكي صراحة، لا يفكر الآن في قضية الملف النووي، الأمر لا يتعلق بتغيير سلوك النظام، الآن تغيير النظام وحاليا من السعودية، والإرباك هو محاولة الوصول إلى حرب إيرانية سعودية. وإن عزلت هذه المجموعة محمد بن سلمان وهددت بحياته لأن القرار هو بالذهاب مباشرة إلى حرب، فهذا يعني الكثير بالنسبة للمراقبين، لأن هذا الوضع وضع خطر للغاية. هذه الوثيقة هي مسربة أساسا وتلقاها الأتراك ونقلوها للسعوديين، وأيضا بالنسبة لإيران فأمريكا عدت بشكل واضح عملية إنزال ولو بالمظليين في هذه المرحلة لتمكين الاحتجاجات من الوصول إلى مراكز القوى وإسقاطها عبر نفس هذا المصير. ولذلك فإن تحذير مسؤول الحرس الثوري الإيراني بخصوص آخر يوم من الاحتجاجات له معناه لهذا السبب، ليس هذا أبدا تبريرا، إنما واقع الرقعة يكشف إلى أي مدى وهذه الوثيقة باليونانية مصربة عن قبرص اليونانية ومن نقوسيا ومحمولة إلى اليونانيين ومصربة أيضا ومحمولة عبر الأتراك إلى السعوديين وأيضا إلى الإيرانيين، ونسخة شاملة حملتها المخابرات الروسية، بمعنى أن الموضوع مكشوف إلى أبعد حد، والسعوديون لا يريدون الانزلاق لا في حرب ولا في مواجهة لصالح من يريد تأزيم الوضع وضرب منشآت النفط من أجل إسقاط النفط في زاوية أخرى.
يتحكم من خلالها الوضع الحربي، الوضع العسكري وليس شيئا آخر، وهذا لديه مبرراته. إذن تهديد المجموعة الخامسة الأمريكية للعمليات الخاصة محمد بن سلمان أصبح معلن الآن، وإن أراد محمد بن سلمان ملك السعودية فعليه بحرب إيران، وهذا هو قرار أمريكا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.